للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور، يعني كيف تقيم التحركات المصرية في هذا الإطار؟ كما أعلن تحرك سريع، تحرك مخصوص الحقيقة للأزمتين، إذا كانت الأزمة في ليبيا أو المغرب، توجيه كافة سبل الدعم والمساندة إذا كانت سبل لها علاقة ببعث بمساعدات أو إغاثات، أو حتى في الداخل الليبي من حيث المعدات الهندسية التي تساعد ربما في تحسين الأوضاع. نعم، مساء الخير. أولا، في الحقيقة أن هذا الجهد المصري يعني ليس غريبا على الدولة المصرية، لكن في رأيي أننا في هذه اللحظة في تاريخ المنطقة العربية وفي تاريخ النظام العالمي بشكل عام يجب أو يمكن أن ننظر إلى هذه الاستجابة السريعة وهذا التضامن المصري مع الأشقاء في ليبيا أو في المغرب العربي، يعني في ثلاث يعني أطر في رأيي. الإطار الأول هو التضامن العربي. يعني مصر كما نعلم لها دور مهم في المنطقة العربية وفي دور مهم أيضا في الحفاظ على اللحمة العربية، ليس فقط فيما يتعلق بالأزمات السياسية والأمنية أو الاقتصادية، لكن أيضا فيما يتعلق بالأزمات الإنسانية. نعم. وهذا مرتبط من ناحية أخرى بالأبعاد الإنسانية في السياسة الخارجية المصرية وفي التحرك الخارجي لمصر. ليست هذه المرة الأولى التي تقف يعني مصر فيها بجانب دول جوار أو دول شقيقة عربية أو دول حتى غير عربية، يعني في بعض المناسبات كانت هناك يعني دول غير عربية تعرضت لأزمات يعني إنسانية بسبب كوارث طبيعية، ومصر لم كانت في مقدمة هذه الدول التي وقفت بجانب هذه الدول. هناك المستوى الثاني هو التطورات الراهنة يعني في العالم، يعني العالم الآن بدا يواجه أنماط جديدة من التهديدات وهي تهديدات غير تقليدية مرتبطة بالتغيرات الضخمة المرتبطة بالتغيرات المناخية وغيرها من أنماط التهديدات. يعني ما تعرضت له الدولة الشقيقة الدولة الليبية والمغرب هو جزء من التغيرات التي تحدث في العالم، سواء فيما يتعلق بالزلازل أو فيما يتعلق بالتغيرات المناخية. ومصر في هذا الإطار لها رؤية ولها دور فيما يتعلق بهذه التحديات، الدور الذي قامت به مصر فيما يتعلق بتغير قضية تغير المناخ من خلال استضافتها لمؤتمر كوب 27 وحرصها وإصرارها على أن يحدث اتراك ويحدث تطور نوعي في هذا المؤتمر. فبالتالي صدق الخطاب المصري وصدق الدور المصري فيما يتعلق بالتغيرات المناخية وأنماط التهديدات غير التقليدية التي يتعرض لها في العالم، أعتقد أنه يعني ما يحدث الآن هو تأكيد على صدق الخطاب المصري وصدق الدور المصري في التعامل مع هذه الأنماط من التهديدات غير التقليدية. العامل الإطار الثالث هو ما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات، وخاصة الجيش المصري. الدولة المصرية والقوات المسلحة يعني يمتلكان قدرات ويمتلكان مهارات مهمة. بالتأكيد الدولة المصرية لن تبخل ولا يمكن. عذرا على المقاطعة دكتور، سأعود لحضرتك في هذه النقطة لو تسمح لي. مشاهدينا الكرام، هذا يعني آخر تطور فيما يتعلق بالتحركات المصرية حتى نحو المصريين المقيمين في ليبيا. ودكتور، الحقيقة أنه هذا عدد ليس بالقليل، ومتابعة حتى وزارة الهجرة والمصريين بالخارج لأوضاع هؤلاء المصريين في ظل طبعا ما حدث نتيجة للإعصار من تدمير للطرق وأوجه الاتصالات أيضا. كنت أتحدث أو أشير إلى أن الدولة المصرية تمتلك يعني قدرات مهمة، والجيش المصري أيضا يمتلك قدرات كبيرة في التعامل مع هذا النوع من الأزمات أو هذا النوع من التهديدات. وبالتالي من الطبيعي أن تقدم مصر خبراتها في هذا الإطار، في إطار مساعدة الأشقاء في ليبيا وفي في المغرب للتعامل مع هذه الأزمة. وهذا يذكرنا مرة أخرى بالدور الذي قامت به القوات المسلحة المصرية في التعامل مع التهديدات التي تعرض لها المجتمع المصري بما فيها كانت جائحة يعني كورونا،
فبالتالي في مثل هذه الأزمات تبرز هذه القدرات الخاصة والقدرات النوعية للمؤسسات الكبيرة ومنها بالطبع الجيش المصري. السياسة المصرية الخارجية هل حدث بها تطور بشكل أو بآخر في يمكن بتكلم عن المرحلة الأخيرة وليست السنوات الأخيرة فقط، مرحلة يمكن وجود الرئيس السيسي في الحكم من حيث الاهتمام بمثل هذه الملفات أو هذه القضايا التي تخص أشقائنا مش بس في ليبيا كدولة شقيقة ودولة على الحدود، ولكن أيضا المغرب وغيرها من الدول زي ما حضرتك ذكرت حتى خارج نطاقنا خارج محيطنا بشكل أو بآخر بتحركات سريعة بتحركات يمكن دقيقة وفورية، وكأن ما يحدث هو في الداخل المصري. صحيح، وهذا راجع إلى الكفاءة الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمات، لكن هو يعكس أيضا صدق الدولة المصرية في التعامل مع هذه الأزمات أو هذه الكوارث. يعني أشرت قبل ذلك إلى الأبعاد الإنسانية المهمة والمتجذرة في السياسة الخارجية المصرية، هي في مثل هذه المواقف لا تميز بين دولة وأخرى حسب يعني الجغرافيا أو حسب السياسة أو حسب يعني طبيعة العلاقات القائمة. عندما تكون هناك أو عندما تستحضر الدولة المصرية الأبعاد الإنسانية في تعاملها مع محيطها الخارجي يعني تضيع أو تتراجع مثل هذه الاعتبارات. لكن في الحالة عندما يتعلق الأمر بدولة دول شقيقة في الإطار العربي يعني هذه مسألة أخرى. الأهم في هذا الإطار يعني أيضا أنه الدولة المصرية يعني لعبت يعني دورا مهما في الفترة الأخيرة في تعميق الروابط العربية، ليس في إطار الأزمات هذا النوع من الأزمات فقط، لكن هي ساهمت بشكل كبير في إنهاء حالة الاستقطابات العربية، ساهمت في إنهاء حالة المحاور العربية العربية، الانتصار إحياء مفهوم الأمن القومي العربي، وبالتالي التحرك المصري في كل هذه الأطر أثبت أن الدولة المصرية يعني لديها قناعة قوية وراسخة فيما يتعلق بمفهوم الأمن القومي العربي. ومفهوم الأمن القومي العربي إذا كان يعني يتم اختزاله في فترات سابقة أو في عقود سابقة في الأبعاد الأمنية التقليدية، لكن الآن مفهوم الأمن القومي العربي أصبح يكتسب أبعاد جديدة في ظل التطورات الخطيرة والمتتالية فيما يتعلق بأنماط التهديد غير التقليدية أو فيما يتعلق بتداعيات تغير المناخ إلى آخره. بالتالي مطلوب تأقلم أو أقلمة مفهوم الأمن القومي العربي ليتناسب مع هذه التغيرات، وأعتقد أن ما تقوم به الدولة المصرية في هذه اللحظة في التعامل أو في دعم الأشقاء في ليبيا أو الأشقاء في المغرب كل هذا يشير إلى أن الدولة المصرية يعني واعية تماما بمفهوم الأمن القومي العربي وأهمية التضامن العربي على أرضية أو خلفية هذه الأزمات. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.